لو سمعت الهاند فري بتاعتك فيها ناحية مش بتشتغل او الناحيتين فاصلين خالص مش بيعملوا اي صوت او بتوشوش او صوتها واطي، مش عايز منك غير حاجة واحدة بس، حتة خيط صغيرة زي دي وهخليك تصلحها. يلا بينا على الفيديو. استنى استنى استنى، تخش الفيديو من غير ما تعمل لايك؟ اعمل لايك دلوقتي حالا، يلا بينا. اهلا بيكم حبايبنا المتابعين في كل مكان. زي ما قلنا في اول الفيديو انه شرح النهارده هيكون للسماعات الهاند فري دي بجميع اشكالها والوانها الاصليه بتاعه الموبايل او اللي انت لسه مشتريها اللي هي رخيصه او غاليه زي ما يكون. النهارده ان شاء الله هرجع لك سماعتك الغاليه عليك اللي انت بتحبها دي، هرجعها لك تشتغل تاني في دقائق بسيطه. وطبعا مش هحتاج منك كاوية اسدير او ازاي تلحم، لانه في ناس كتير جدا ما بتعرفش تلحم وفي ناس كتير جدا مش متوفر معاها كده. مش هحتاج منك غير حته خيط صغيره زي كده كانك بتخيط البنطلون. ودي السماعه زي ما انتم شايفين، زي ما قلنا ممكن تكون عندك ناحيه بايظه وممكن يكونوا الاثنين بايظين وممكن يكونوا بيشتغلوا بس بيقطعوا او بيفصلوا ويرجعوا يشتغلوا تاني او اي شكل اي حاجه من الحاجات دي. غالبا بتكون المشكله من السوكت من هنا. طبعا هو باين هنا ان هو سليم ما فيهوش اي مشكله ما فيهوش اي حاجه مقطوعه، ولكن بنسبه كبيره جدا بيكون السوكت هنا هو اللي بايظ وهو اللي فيه مشكله. بنسبه قليله جدا جدا ممكن تكون السماعه من هنا فيها سلكه مقطوعه، تمام، بس دي بنسبه قليله جدا ما بتتكررش كتير. هنيجي هنا على السوكت ده زي ما انتم شايفين قدامكم كده، ونبدا ان احنا نجيب مقص ونبدأ نقطع الكاوتشة دي. الكاوتشة دي انا بحاول اقطعها واحدة واحدة. ليه؟ لانه ممكن نستخدم نشوف الالوان راكبة ازاي عشان لما نيجي نركبها تاني نركبها زي ما احنا زي ما تكون راكبة يعني. لكن احنا بالنسبة لنا احنا هنعرف دلوقتي كل لون فين في مكانه من غير ما نشوف هو راكب ازاي. زي ما انتم شايفين كده احنا قصيناها خالص اهو، مش مشكله بقى ان احنا كده نوصل من جديد. نقطع السلك ده كده، ادي السلك ده بتاع السماعه اهو. زي ما انتم شايفين كده في اربع اماكن معانا، ادي سلكه حمراء راكبه وسلكه تاني نحاس عباره عن سلك متقشر، واحده خضراء وفي واحده اخيره هنا مش باين لها هي مكانها ايه. فاحنا هنبدا نركب الاربع الوان دول بالترتيب اللي هقول لكم عليه دلوقتي، تمام. بس طبعا احنا هنعمل ايه، احنا مش هنركب في السلك القديم ده. القديم ده احنا كله هنقصه دلوقتي وهنشيله. طبعا احنا لو معانا كاويه كنا لحمنا هنا على طول الاسلاك التانيه، ولكن احنا مش معانا كاويه فاحنا هنستخدم فكره اخرى. خليكم معايا. هنيجي هنا زي ما انتم شايفين نبدا نقشر السلكه ديت. طبعا مش هنقشرها بزراديه لان لو قشرناها بزراديه هتتقطع معانا لان السلك ضعيف جدا. فاحنا هنجيب ولاعه ونبدا نسخن تحتيها كده بنفس المنظر ده، هنلاقيها بدات تسيح معانا وتتقشر اهو. طبعا هو السلك رفيع جدا جدا فالصوره بتبان بصعوبه، بحاول ان انا اوطي الاضاءه عشان بس تشوفوها كويس يعني، تمام. احنا هنا معانا اربع سلكات، الاربع سلكات اخضر واحمر وازرق وسلكه سلكه نحاس عباره عن نحاس متقشر بس، تمام كده يا جماعه. معظم السماعات بيكون لها ترتيب معين، هحط لكم شكله دلوقتي على الشاشه عشان تبقوا عارفين كل لون هيتحط فين، تمام، عشان لو انتوا عندكم مفيش الالوان دي موجوده كده او متقطعه فتبقوا عارفين انتوا بتعملوا ايه. السلك كمان الداخلي ده محتاج يتقشر، السلك الرفيع جدا ده طبعا هو صعب جدا ان انا ابين لكم الوانه وشكله، بس هو محتاج يتقشر وما يكونش لامس بعضه. يعني هاجي على طرف السلكه كده طرفها واقشر فيها حته صغيره، اولعها وبعدين اجي منضفها، تمام. السلكه اللي جنبها كذلك الامر، بس مهم ان انا اعمل طرف السلكه بس مش كل السلكه عشان ما يلمسوش بعض. احنا عايزين كل واحده كل واحده معزوله عن الثانيه اهو. بس احنا ممكن نكبر شويه هنا نشيل من الابيض ده جزئيه او النقطه حمراء، تمام. هنبدا نقطع كده دي الموجوده من الاول عشان ما تبقاش طويله وتبقى لمسه اللي جنبيها. هنقطعها بالمقص، تمام، وبعد ما تعتبر المقص اجيب الاحمر بتاعنا وابدا الفه عليها بدوران، تمام. اجيب الاحمر بتاعنا وابدا الفه عليها، وبعد ما الف السلكه مش هبدا بقى الحم لان انا مش معايا قصدير، وعشان الحم اصلا بقصدير الحاجات الصغيره قوي دي بتبقى صعبه وبتبقى عايزه خبره جامده يعني، فاهمين. نجيب بكره خيط صغير خالص رفيع، تمام. نبدا نجيب الخيط ونبدا نلفه على الحته اللي احنا عملناها، نلف على اول جزئيه كتير بحيث ان احنا نكون فصلناها عن اي حاجه تاني. ولما نيجي نعمل اللي جنبها اللي جنبها ما تلمس فيها يعني نقفل عليها خالص بالخيط، تمام كده يا جماعه. بصوا كده يا جدعان، يا مثلا دي الحمراء احنا لفيناها في مكانها زي ما انتم شايفين اهو اهو في مكانها.
اللي جنبيها لسه ايه هيتعملوا، 4 جنبيها، 3 جنبيها تاني. نبدأ نعمل اللي جنبها. اللي جنبها طرف اللي هو الطرف المعدني بس، اللي هو عبارة عن نحاس بس، تمام؟ نبدأ نعمله برضو. هي أول واحدة بتكون أصعب واحدة، بعد كده الباقيين سهلين. نبدأ نلف الخيط، نلف اللف على اللي احنا عملناها دلوقتي، ونخلي بالنا واحنا بنلف ان هي ما تلمس اللي جنبها، يعني هي اصلا تبقى لوحديها ما تلمس اللي جنبيها، فاهمين قصدي؟ لان لو لمست اللي جنبيها مش هتشتغل، ولا هي ولا اللي جنبها. طبعا هما فيهم واحدة مسؤولة عن الاتنين، يعني فيهم سلكة مسؤولة ان هي تشغل الطرفين بتاع ما السماعة. في كده يا جدعان، عملنا الطرف التاني برضه اهو في المجرى بتاعته، لفيناه اللي هو عبارة عن ملوش لون، اللي هو عبارة عن سلك بس نحاس. فاضلين كمان اخر اتنين، وبعد كده هنعمل دلوقتي الخضرة، وبعد كده الزرقاء. يعني عملنا كمان الخضرة، فاضل بقى اخر حتة اللي تعمل في السن الاخير ده، اللي هي الزرقاء هنركبها. في كده يا جدعان كل السلكات ركبت، حتى السلكة الاخيرة كلهم ركبوا، تمام. ده الشكل اهو. طبعا انا صورت الحتة اللي فاتت بالموبايل عشان يوضح اكتر، لانه بالكاميرا مش باينه قوي التفاصيل، تمام. ده المنظر. تعالوا هنجرب. احنا طبعا هنقفل دلوقتي ده كده، هنقفل مش هنسيبه طبعا بالمنظر ده. هنجرب على الوضع ده برضو عشان المصداقيه، وتبقى كل حاجه قدامكم. نشغل بقى اي حاجه على الموبايل كده، وهبدا اسمعكم بالمايك بتاعي اللي انا لابسه دلوقتي. بصوا، نبدا نركب السماعه كده هنا اهي. ثواني نعلي الصوت. بصوا كده يا جماعة، بصوا كده يا جماعة، هسمعكم بالمايك اللي أنا لابسه، تمام. وأدي السماعة، وأدي كل حاجة قدامكم أهي. دي واحدة جربناها أهي، ودي التانية، التانية كمان أهي. طبعا صوتها عالي جدا، الاتنين صوتهم عالي جدا، والاتنين شغالين معانا تمام. خلاص، يبقى احنا كده معانا كل حاجة هنا تمام، بس هنبدأ نقفل الديت، مش هنسيبها بالمنظر ده عشان ما تفلتش تاني او تتخلع تاني. خلاص، لو انت عندك السماعة شغالة بس صوتها واطي، هنا بيكون في أتربة. احنا طبعا في فيديو هسيبه لك في الوصف ازاي نفك دي وننضفها. لو عملت كده وفي واحدة اشتغلت بس واحدة لا، ممكن تكون في سلكة من السلكتين، من الاربع اسلاك دول مش راكبة صح. لو واحدة منهم مش راكبة صح، طبعا طبيعي ان هي تكون مش ما تشتغلش. زي ما شايفين كده يا جماعة، هنجيب حاجة اسمها شرينج او مكرونة. المكرونه دي يا جماعه بتتباع المتر منها، يعني النص متر ده ب 10 جنيه، فمش غاليه جدا. انا جايب طبعا، للاسف اللي جبتها كانت كبيره شويه، انا بعت حد يجيب لي فجابهولي، يعني القطر بتاعها كبير شويه. فانت تحاول تجيب حاجه قطرها صغير شويه عن كده من عند البياع. طبعا اللي بيبيع الكلام ده اي حد بتاع قطع غيار او اي حد بيبيع حاجات كهربا، هتلاقي عنده الكلام ده. طبعا بنفس المنظر اللي شايفينه ده كده، اصبح معانا السكوت سليم، ما فيهوش اي مشكله، وشغال معانا عادي كويس جدا. نبدا نوصل تاني هنا في الموبايل. اسمعوا كده، سامعين معايا؟ ادي فرده، طبعا دي ناحيه، الناحيه التانيه اهي. بس كده تمام، والشغل بتاعنا تمام زي الفل. وبس كده تكون طريقتنا شغاله وزي الفل. وانا متاكد ان كل الناس اللي هتجرب وكل الناس اللي هتعمل الطريقه دي هتشتغل معاها، وهتيجي تكتب لي في الكومنتات هنا ان الطريقه اشتغلت. اشوفكم الفيديو اللي جاي، مع الف سلامه.